المزمار البلدي آلة موسيقية مصرية ابتكرها قدماء المصريين منذ آلاف السنين، وهي من آلات النفخ الخشبية وتنتشر بكثرة في صعيد مصر، وهي حاليا من أهم آلات الموسيقية الشعبية في مصر. فظهر المزمار المصري في الكثير من البلدان العربية والشام، وتطورت على أيدي الغربيين لتصبح الأوبوا المستخدمة في الأوركسترا السيمفوني. يتكون المزمار من أنبوب أسطواني مجهز من خشب المشمش، ويتدرج في الاتساع من أحد طرفيه لينتهي على شكل بوق أو جرس، وفي الطرف الآخر من الأنبوب ركبت ريشة مزدوجة. أما ثقوب العزف فعددها 7 ثقوب مفتوحة على جدار الأنبوب في خط مستقيم. يوجد المزمار في مصر في أحجام عدة، أكثرها انتشارا السبس، وهو أصغر الأحجام ويصل طوله إلى 35 سنتيمترا. أما أكبر أحجام المزمار فيعرف باسم الإباء، ويصل طوله إلى 55 سنتيمترا تقريبا. وهذان الحجمان يشكلان ثنائيا رئيسيا في مجال تكوين فرق المزمار في مصر. يشيع استخدام المزمار في مصر في إطار فرق موسيقية تساهم بصورة أساسية في إحياء حفلات العرس. المزمار البلدي أساسي في أفراح الصعيد بمصاحبة رقصة التحطيب ورقصة الخيل. بحر المواويل والاغاني لما تكلم والاغاني من بحر المواويل والاغاني محدش من فكر الاغاني مصر جميله
انا شلتيها لك وكمان رايح اشكرك وجمايلك حافظها لك بالمال وحاجه الدار الاجر انا شلتيها لك وكمان رايح اشكرك وجمايلك حافظها لك بالمال وحاجه الدار عايزين تعرفوا ايه اللي كان بيحصل اثناء العزف ورا الكاميرات خشوا على 10 الصبح الصور هتنزل صحيح. يعني يمكن في الانترفيو خلونا بس نرحب بفرقه النيل الموسيقى الشعبيه نرحب فرقه الطنور رجاله منورين وخلونا نرحب بالاستاذ احمد ماهر مدير فرقه النيل الموسيقى الشعبيه اهلا وسهلا منورين الله يخليك يا فندم الحقيقه يعني احنا من كتر ما احنا حابين الفقره مش حابين ان احنا نتكلم بس خلينا ناخد فكرة الأول عن الفرقة ونعرف السادة المشاهدين بيها ويعني الدور اللي حضراتكم بتقوموا بيه سواء بمشاركتكم في داخل مصر أو خارج مصر. أولاً احنا معنا مجموعة من فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي وتحت قيادة الأستاذ والمخرج عبد الرحمن الشافعي، والمجموعة الثانية من فرقة التنورة التراثية من عندنا من الهيئة العامة، والاثنين تابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة الإدارة المركزية للشؤون الفنية. تمام طيب عايزين نسمع يعني عايزين نستمتع بالاجواء هتسمعونا ايه تاني اللي سيادتك تقول عندنا كتير ممكن دلوقتي نعمل نخل عالي يا ابو نخل عالي نخل عالي يا رجاله السيد طيب انا حاسس ان انتوا عايزين تنطلقوا يعني معلش احب نعرف بس الساده المشاهدين بالمجموعه الموجوده من اليمين الفنان الرئيس عمرو الحلواني كحلاوي ومعانا الفنان العربي الرئيس عربي خليفه والرئيس خليفه درويش خلف درويش والرئيس فتحي حجازي والرئيس احمد السيد الاثنين المجموعه تعتبر لفه العالم تمام نورنا كلهم في فرقته يعني تمام. احنا فرقتين بس احنا فرقه واحده دلوقتي تمام وبنمثل مكان واحد هنسمع بقى نخل علي الفنان احمد السيد كده نخل عالي نخل عالي نخل عالي نخل عالي نخل عالي نخل عالي يلي بلحك عقد في صدرك يلالي يا نخل عالي يلي شارب سنسبيل مية النيل اللي منها الخير يزيد نخل عالي يلي شارب سنسبيل مية النيل اللي منها الخير يزيد يا عرايس في الجمل ملها مسير يوم فرحها يدفعوا لها المهر غالي الله يا نخلي عالي احرسك من شر عادي روحي ترخص في سبيل عزة بلادي نخلي عالي احرسك من شر عادي روحي ترخص في سبيل عزة بلادي ارضي غالية وحبها ملك فؤادي ساعة
سابها ابويا ليا واسبها لعيالي. يا نخلي عالي يا نخلي عالي يا نخلي عالي يا اللي بلحك عقدي في صدرك يلالي. نخلي عالي والبلح مال الصواني رملي وامهد وزغلل وسمان. نخلي عالي والبلح مال الصوان رملي وامهد وزغلل وسمان. بكره بيع الزرع وابلغ الامان واملى دار العز بالخير اللي جاني. يا نخلي عالي يا نخلي عالي يا نخلي عالي يا اللي بلحك عقدي في صدرك يلالي. نخلي عالي يا نخلي عالي يا نخلي عالي يا اللي بلحك عقدي في صدرك يلالي. جميل، بنحييكوا طبعا، تسلموا. مزمار عامل قلق، عامل شغل جامد. شغل جامد حاجة أصيلة، جاي من جنوب الصعيد، من أصول الصعيد. يعني المجموعة كلها من الصعيد ويعتبروا من بيت واحد. لا يعتبروا من بيت واحد يعني. إيه اللي بيميز المزمار؟ لا، المزمار ليه شهرته في الصعيد وفي مصر عشان حاجة جديدة، يعني حاجة داخلة على القاهرة والجمال، لكن هو أصوله في الصعيد، فبيبقى ليه ميزة وجمال. يعني بيتميز بكلمات معينة، أغنيات معينة هي دي اللي تليق على المزمار والفرقة اللي فيها المزمار. احنا شايفين ما شاء الله كذا حد. لا، هم بسم الله ما شاء الله فنانين متميزين، وكلهم من مكان واحد زي ما بقول لحضرتك، ففاهمين بعض. تمام. طب نسمع حاجة تانية برضو؟ سمعونا ايه بقى؟ دايما كلامكم حلو، نخل عالي، حاجات موجودة من مصر، من البلد يعني. طب ايه بعد سمعنا ايه؟ نسمع مربعات. نسمع مربعات يا رجالة، نسمع مربعات، نسمع المربعات من الرجالة بتوعنا. طب يلا. ايوه الله. أنا بوحد إيه
سهرتي امدح النبي زيد محمد رسول الهدايه، وانا سهرتي امدح النبي زيد محمد رسول الهدايه. وما تقول يا ابو ليلتي اسل يا ابو بكر خليك واقف على الحد، خلي عيونك نظيرة، خليك واقف على الحد، خلي عيونك نظيرة، مش حد ولا حد خالي من الهم، ولا حد خالي من الهم، حتى جلوع المراكب اوعى تقول للندل يا عم، لو كان على المهر راكب ولا حد خالي من الهم، حتى الزعف في جريده ولا حد خالي من الهم، حتى الزعف في جريده، اوعى تقول للنبل يا عم لو روحك كانت في بذكر النبي قلبنا مات، بذكر النبي قلبنا مات، اللي ما يصلي عالزين كام، بذكر النبي قلبنا مات، اللي ما يصلي عالزين كام، لا روح للنبي وانفق المال، بلا المال ما قدرش الزين. جميل. يعني اعتقد ان مشاركاتكم سواء داخل مصر، حضرتك قلت لي ان الفرقه لفت العالم. لفت العالم يعني، والفرقتين سواء فرقه النيل او فرقه التنوره كلهم لفوا العالم. تمام. فن المزمار بيبقى مطلوب فين اكتر، او يعني بيبقى؟ والله هو بيبقى مطلوب في كل مكان، في كل مكان، لان ليه ميزه يعني ايه. هو بيمثل مصر عموما. تمام. مصر من الجنوب يعني اساسنا هو بيمثلها، فبيبقى حاجه كبيره بالزي، سواء بالزي، سواء بالاداء، سواء بالالات، سواء بكل حاجه، حتى الشكل المصري مختلف. مختلف اه، تلاقيه موجود يعني عندنا. اكيد اكيد. احنا مش عايزين نتكلم كتير، احنا عايزين نسمع اكتر. طبعا. ويمكن وقتنا كمان للاسف بيعدي بسرعه جدا. وجري بسرعه خالص، احنا ما لحقناش يعني، هم ثلاث اغنيات بس مستنيين. طب يعني عبير احنا عندنا وقت تاني ولا خلاص كده نسمع اغنيه؟ طب هاي نلحق نسمع اغنيه سريعه. طيب لا اسمعك بقى عليها كمان. اقفل باستعراض المزمار. طيب بس بدون غنى بقى، احنا سمعنا ماشي غنى. مفيش مشكله. نبدا نعمل اعملوا اللي انتوا عايزينه، وهم ياخدوا حريتهم براحتهم خالص، يتحركوا يعني بحريتهم زي ما انتوا عايزين، مفيش مشاكل. استاذن عبير بس ممكن نتحرك بس في احنا مبدئيا بس بنشكر استاذ احمد لان احنا هنختم على الاغنيه. تمام. فبنشكر حضرتك جدا نورتنا جدا، وسعيد بشكر كل الاستاذ اللي شكرا ليك نورتنا.